السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة هيكون بخصوص برنامج كامتازيا ستوديو، برنامج الشروحات وتسجيل الشروحات من الجهاز وسطح المكتب. طبعا أنا كنت شارح برنامج كامتازيا ستوديو على المنتدى بتاع أوريجينال سوفت وير، شارح دورة كاملة للبرنامج، إزاي تحمله وإزاي تفعله وإزاي كمان تستخدمه وإزاي تسجل الشروحات. طبعا الكلام ده من خلال 4 دروس هيكونوا موجودين على منتدى أوريجينال سوفت وير زي ما احنا شايفين قدامنا. تمام، بتدخل على المنتدى وبتدخل في قسم المونتاج، بتلاقي شرح برنامج كامتازيا ستوديو. ده للناس اللي هم عايزين يتابعوا الدوره من الاول او عايزين يتعرفوا على البرنامج بشكل اقوى. تمام، موضوعنا النهارده هيكون بخصوص تبطيء او تسريع جزء من الفيديو في برنامج كامتازيا ستوديو، وكمان هيكون بخصوص حذف الصوت من الفيديو واضافه صوت تاني. تمام، طبعا دي بتبقى دروس اضافيه للناس اللي بتستخدم البرنامج وبتعمل شروحات وتسجيلات وكلام من ده. هتتعلم ازاي تبطئ جزء معين في الفيديو او تسرعه بنسبه معينه، وهتتعلم كمان ازاي تشيل صوتك، او مثلا تشيل صوت حد في الفيديو وتحط صوتك انت. انت مثلا جاي في فيديو في صوت حد عايز تحذف صوته وتحط صوتك انت، هعلمك ازاي تعمل الموضوع ده. تمام، عايز بس الناس تركز معايا لان والله عندي دور برد جامد جدا، هتلاحظوا ان صوتي متغير شويه، فحاولوا تركزوا معايا في الشرح جامد قوي. تمام، اول حاجه هنروح على برنامج كامتازيا ستوديو، هيفتح معانا بالواجهه اللي احنا عارفينها دي. تمام، بتفتحها من قائمه ستارت والبروجرامز، وبعدين بتلاقي فولدر البرنامج اللي هو تيك سميث. تمام، بتفتح البرنامج وبعدين بتروح على امبورت ميديا عشان تدخل الفيديو اللي انت عاوز تعدل عليه. انا مثلا هختار اي فيديو من الفيديوهات بتاعتي اللي انا كنت مسجلها قبل كده، وليكن مثلا اضافه الادوات الذكيه في ويندوز 8، وهقول له اوبن، هينزل الفيديو هنا زي ما احنا شايفين. تمام، بعد كده كليك يمين على الفيديو وهختار اد تو تايم لاين، اد تو تايم لاين. تمام، هينزل لي تحت في الشريط اللي احنا شايفينه دوت تحت كده، وهنا زي ما قلت دي منطقه العمل او الجزء اللي بيظهر لك فيه الفيديو اللي انت مسجله. دلوقتي هنبدا اول حاجه تبطيء او تسريع جزء من الفيديو. تمام، لو بعد كده هندخل على الجزء الثاني من الفيديو اللي هو ازاي تحذف صوتك او تحذف اي صوت في الفيديو وتحط صوتك انت. تمام، او تسجل صوتك على الفيديو. هنبدا اول حاجه تبطيء او تسريع جزء من الفيديو. انا مثلا هفترض دلوقتي ان الفيديو شغال عادي او المؤشر ماشي. تمام، وعايز مثلا اجي من اول الجزء دوت كده وعايز ابدا اقص او اعمل تبطيء او تسريع لجزء معين لحد هنا مثلا، لحد ما اوقف الماوس كده. هعمل ايه؟ هبدا انا عايز الاول اقطع من اول فين. انا مثلا هقطع من اول هنا، هقف كده على الفيديو. تمام، وهدوس على العلامه ديت اللي هي كلمه سبليت. تمام، اللي هي الشرطه اللي جنب منها سهمين. ما تدوسش على المقص، لان انت لو دوست على المقص ده بيحذف لك جزء من الفيديو مش بيقسمه. تمام، فاحنا هنستخدم العلامه ديت اللي هي جنب المقص اللي هي اسمها سبليت. فانا مثلا هقطع او هحدد من اول هنا كده واعمل كده. تمام، زي ما احنا شايفين قسم لي الفيديو جزئين اهو، جزء هنا وجزء هنا. تمام، همشي شويه كده وليكن مثلا انا عايز اقطع لحد هنا مثلا، او الجزء مثلا من اول هنا كده، من اول ما انا قطعت لحد ما انا واقف كده بالمؤشر، الجزء ده انا عايز اسرعه. تمام، وهاجي برضه ادوس هنا تاني. اذا انا بقى عندي جزء في النص اللي هو الجزء الصغير اللي متحدد بالازرق ده، هو ده الجزء اللي انا هبدا اتحكم في سرعته، اسرعه او ابطئه عن طريق برنامج كامتازيا ستوديو. تمام، طب هنسرع ازاي بقى الجزء اللي احنا واقفين عليه ده؟ اول حاجه لازم نقف عليه بالماوس. خلاص مالكش دعوه بالمؤشر ده، عايز ترجعه في الاول رجعه، عايز تحطه في اي مكان حطه، المهم ان انت تبقى واقف مظلل للجزء اللي انت عاوز تبطئه او تسرعه. تمام، بعد ما حددناه كده هتدوس عليه كليك يمين بالماوس وتختار كليب سبيد. كليب سبيد، تمام، هيظهر لك المربع ده. المربع ده مش مسموح لك فيه ان انت تزود عن سرعه 400، يعني انت ما تجيش مثلا تكتب 500، هتلاقي المربع احمر معاك. تمام، انت اخرك، احنا مثلا كتبنا 600، هيظهر لك هنا اهو زي كده كلام بيقول لك ان انت اخرك من اولك من 50 لحد 400، فاحنا هنخليها مثلا 400 مثلا اخر حاجه. تمام، وندوس على اوكي. هنلاحظ ان الجزء اللي احنا قطعناه او حددناه قل، يعني شكله المساحه بتاعته قلت. تمام، وبقى في فراغ بينه وبين بقيه الفيديو. طب احنا مثلا لو جينا شغلنا دلوقتي كده، انا هشغل طبعا الشرح هيكون بصوتي. تمام، وعايز الناس تشوف ايه اللي هيحصل، هيبقى الصوت والصوره معديين بسرعه جدا. تمام، فانا هشغل اهو بلاي، هصغر كده عشان تمام زي ما شفنا الفيديو عدى بسرعه جدا. طب انا هرجع تاني كده. تمام اهو، وهاجي اشغل تاني، هدوس على بلاي كده عشان تمام. زي ما شفنا الفيديو عدى بسرعه جدا، لكن هتقابلك مشكله ان الصوت بايظ. هفترض مثلا ان انت دلوقتي معاك فيديو فيه مثلا اغنيه او في موسيقى، وانت عاوز تحافظ على الصوت بشكله الطبيعي، لكن عايز الصوره تبقى اسرع.
تاني هفترض ان انت معاك فيديو فيه اغنية او موسيقى، سيبك بقى من ان انت مسجله بصوتك، انت كده كده مش هتعمل تسريع او تبطيء للفيديو بصوتك، لان انت مش هينفع تسرع الصورة وصوتك ماشي بشكل طبيعي، كده هيبقى في مشكلة في الفيديو. فانا بتكلم في حتة ان انت لو معاك فيديو مثلا في موسيقى او في اغنية مثلا او ايا كان انت بتستخدمه وعاوز تسرع الصورة وتحافظ على الصوت زي ما هو، هوريك تعمل ده ازاي. تمام، انا هرجع كل الخطوات اللي انا عملتها، هرجع الفيديو حتة واحدة زي ما كان في الاول من غير ما اقطعه. تمام، عشان احافظ على الصوت من غير يعني اقطع اسرع الفيديو من غير ما اثر على الصوت، هعمل ايه؟ حاجة الاول كليك يمين كده على الفيديو زي ما هو. تمام، طبعا انا مش قاطع ولا عامل حاجه، انا كده ضايف فيديو من جديد. تمام، كليك يمين على الفيديو وهعمل سيبريت فيديو اند اوديو، يعني فصل الصوت عن الصوره. تمام، زي ما احنا شايفين ظهر لي الصوت فوق اهو اللي انا محدده بالازرق اللي عليه خطوط بيضاء ده، واللي تحت ده اللي هو الفيديو. تمام، اللي هو الصوره ده كده بالنسبه لفصل الصوت عن الصوره. تمام، هوريك برضو ازاي تسجل، بس خلينا الاول في حته احنا ازاي نحافظ على الصوت واحنا بنسرع الصوره. تمام، دلوقتي عشان نبدا التسريع مش هتقف بقى على الصوت، هتقف على الصوره نفسها. تمام، وتدوس على العلامه دي تاني. تمام، هتلاحظ ان هو قطع لك الصوره لكن الصوت ما اتقطعش زي ما احنا شايفين. تمام، وهاجي مثلا لحد هنا كده وادوس، طبعا لازم تحدد الفيديو ما تقفش على الصوت، وتدوس هنا تاني. تمام، اهو اداني برضو ايه الجزء اللي انا قطعته او الجزء اللي انا هسرعه. اذا الصوت شغال، بص الصوت شغال معايا بشكل طبيعي من غير اي مشاكل، يعني مش محتاج ان انا ايه ان انا اعدل فيه او اعمل اي حاجه، انا كده حافظت على الصوت. تمام، طيب هسرع برضو ازاي؟ هقف الماوس على الجزء اللي انا قطعته في الصوره مش في الصوت، وهدوس كليك يمين وهعمل كليب سبيد. تمام، وهبدا احدد، اخليها مثلا خليها برضو 400 تاني، وبعدين اقول له اوكي. تمام، طب الفراغ ده هتصرف فيه ازاي؟ هسحب عليه كده والزقه فيه خلاص. تمام، لو انا جيت شغلت دلوقتي هلاقي ان الفيديو الصوره شغاله بسرعه لكن الصوت ماشي بشكل طبيعي، مش هيكون بايظ زي اول مره قطعنا فيها الفيديو. هدوس على بلاي ونجرب مع بعض. متوافق او يتثبت من غير مشاكل على الويندوز، هتدوس عليه كليك يمين وهتروح على تمام. زي ما احنا شفنا هو عدى من الحته اللي احنا سرعناها لكن الصوت ما تاثرش زي اول مره. تمام، طبعا هو مش باين في الفيديو ان حركه الصوره سريعه لان مفيش خطوات كتير بتحصل في الفيديو، فانت ده هتلاحظه بنفسك قوي لو انت عندك فيديو فيه حركات كتير زي مثلا شغال على الفوتوشوب، بتفتح قوائم كتير بتقفل قوائم، حاجات من دي هتبان معاك اكتر. تمام، انا بس بدي لك مثال توضيحي عشان انت تمشي على باقي الخطوات اللي انا بعملها. اذا احنا كده عرفنا ازاي نقطع نسرع او نبطئ جزء من الفيديو. طبعا انت لو عايز تبطئ، لو انت عايز تبطئ انا هرجع كده خطوه مثلا اهو، لو عايز تبطئ كليك يمين برده على الجزء اللي انت عايز تبطئه وتعمل كليب سبيد. تمام، وتقلل تخليها مثلا 50، ما تقلش عن 50، انت مثلا كتبت 40. تمام، هو المفروض ان هو من 50 ل 400. تمام، فانت لو عايز تقلل بتكتب رقم قليله. تمام، بس ده كده كان بالنسبه لتبطيء او تسريع الفيديو على برنامج كامتازيا استوديو. طيب ازاي هنفصل الصوت عن الصوره؟ تمام، هنفصل الصوت ازاي عن الصوره؟ انا زي ما قلت لك ده الفيديو اهو على كامتازيا استوديو. تمام، انا مدخله، طبعا الصوت داخل في الصوره. لو انت عايز تفصل الصوت عن الصوره او عايز تحذف الصوت خالص عشان تمسحه وتضيف صوت جديد، هتقف كليك يمين على الفيديو وتعمل سيبريت فيديو اند اوديو. تمام، هيفصل لك الصوت عن الصوره، هتيجي فوق على الصوت هتقف عليه بالماوس تحدده بالازرق. تمام، وتدوس ديليت من الكيبورد. زي ما احنا شايفين الصوت اتحذف ومبقاش عندي الا الصوره بتاعه الفيديو. لو انا جيت شغلت كده شويه، تمام، عملت بلاي، هلاقي ان الفيديو شغال مؤشر ماشي اهو لكن مفيش صوت، ده ان انا كده ايه حذفت الصوت من الفيديو. طيب لو انا بقى عايز اضيف صوتي مثلا على الفيديو الجديد او على الصوره ديت، هعمل ايه؟ هتيجي هنا على كلمة مور. تمام، وهتختار منها حاجة اسمها voice narration. تمام، هتختار voice narration. تمام، وهتيجي هنا تعمل start recording. بمجرد ما تدوس على start recording هيبدأ يسجل الكلام اللي انت بتقوله في المايك او صوتك. تمام، او الشرح اللي انت عاوز تدخله على الصورة اللي على برنامج كامتازيا ستوديو. فانا لو دوست دلوقتي على start recording وقلت اي كلام مثلا، نعمل تجربة كده مع بعض. هدوس على start 1 2 3 1 2 3 1 2 3، ودوست على ستوب. تمام، انا كده خلصت التسجيل. هيقول لك اختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه المقطع اللي انت سجلته واديله اسم. انا مثلا هديله اي اسم دلوقتي كده وهقول له سيف. تمام، هلاقي ان الصوت نزل لي هنا اهو في المكان اللي واقف فيه في المؤشر. يعني انا لو واقف هنا الصوت هينزل لي هنا، انا لو واقف هنا الصوت هينزل لي هنا. طب انا اقدر احركه؟ اه، تقدر تسحبه تجيبه كده زي ما انت عاوز. تمام، هو نزل لي في الاول
عشان انا كنت واقف على اول الفيديو بالمؤشر، انت لو واقف في اي مكان تاني هينزل لك في نفس المكان اللي واقف فيه المؤشر، تمام؟ واضحه كده؟ طيب احنا سجلنا دلوقتي ولفه صوت، تعالى كده نجرب، هندوس على مثلا بلاي ونجرب مع بعض الصوت اللي احنا سجلناه. 1 2 3 1 2 3 زي ما شفنا الصوت اللي انا سجلته نزل على الفيديو، تمام؟ طريقة سهلة جدا مفيش فيها أي مشكلة. إذا احنا النهاردة اتعلمنا مع بعض درس إضافي على دورة الكامتازيا ستوديو، اتعلمنا إزاي نبطئ أو نسرع جزء من الفيديو، إزاي نحذف صوت، وإزاي نسجل صوت جديد، تمام؟ طبعا بعد ما بتخلص خالص وعايز تحفظ اللي أنت عملته بتروح على بروديوس أند شير وبتختار من هنا الصيغة بتاعتك. أنا بفضل MP4 أونلي أب تو 720، تمام؟ وبتدوس على نيكست وبتديله اسم هنا وبتختار المكان وخلاص، وبتدوس على فينش وبيبدأ يعمل ريندنج او عمليه بيلد للفيديو عشان يعمل لك سيف على الجهاز وتقدر تشغله من غير اي مشاكل، تمام؟ ده كده كان شرح بسيط وسهل ل درس اضافي للكامتازيا ستوديو، تسريع تبطئ الفيديو وحسب الصوت واضافه صوت جديد. اتمنى الناس تكون استفادت معايا، يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لكم. ان شاء الله الدرس الجاي في كامتازيا ستوديو هنتعلم مع بعض ازاي نعمل لوجو متحرك على الفيديو، يعني هيبقى عندك اسم على الفيديو، اسمك او صورتك عايزها مثلا تيجي من هنا لهنا، تتحرك من الجنب الشمال للجنب اليمين، او تنزلها من فوق لتحت. ده هنتعلمه على برنامج كامتازيا استوديو. ما تنسوش تعملوا لايك على صفحتنا على الفيسبوك، وتعملوا سبسكرايب على اليوتيوب، وتشترك في منتدى اوريجينال سوفت وير عشان تتابع كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.